المرة الثالثة المشاكل تصير بالسيجنال ترانزدكشن. احنا قلنا السيجنال ترانزدكشن خلينا نتكلم عليه وسولفنا عنه بالتفصيل اللي هو الراس سيستم. فإذا صارت عندي مشكلة بالجينات المسؤولة عن تكوين هذا البروتين أو اللي هو الراس بروتين، أما تنكسر عندي كانسر. فيقول relatively common mechanism by which cancer acquire growth autonomy is by mutation in gene encode for various component of signaling pathway. يقول لك يعني غالبية الكانسرز، احنا ممكن اكو ميكانيكيات كثيرة لحدوث الكانسر، يا اما سيلولار اونكوجين، يا اما تيومر سبريسر جين، يا اما ابيبتوسيس انهبيترز، هذه الثلاثة الاساسية. والسيلولار اونكوجينز قلنا يا اما الجروث فاكتور، يا اما الريسبتر، يا اما الترانسديوسنج فاكتور، يا اما الترانسكريبشن فاكتورز. فيقول لك هاي السيجنالينج ترانسديوسنج هي اكثر ميكانيكيه تسبب الكانسر، هي جماعه الراس والاي بي ال. فيقول لك هي اكثر ميكانيكيه ممكن تسبب الكانسر. These signaling molecules couple with growth factor receptor to their nuclear target. هاي المولكيولز اللي نسميها signaling او الاشارات تنقل لي او تربط لي خلينا نقول الريسبتر مال الجروث فاكتور ويا النيوكلياي، كنا هي تنقل من السيرفيس الى النيوكلياي توصل لي الاشاره. Many of signaling are associated with inner leaflet of plasma membrane. كنا غالبية مرتبطة ايش بالبلازما ميمبرين من الداخل. وشفنا فكرة الـ الراس، شفنا يعني هاي هنا الراس شلون مرتبط بالبلازما ميمبرين من الداخل، يعني نفس الشيء. طيب يقول لك غالبية مرتبطة بالبلازما ميمبرين من الداخل، بعدين تجيها اشارات من الجروث فاكتور ريسبتورز، بعدين الجروث فاكتور تاخذ الجروث فاكتور ريسبتور، بعدين الجروث فاكتور ريسبتور ينقل الاشاره للسيجنالينج ترانسديوسينج فاكتورز، وهي بدورها راح توصل للنيوكليا. تو امبورتنت ممبرز ان ذا كاتيجوري اللي هي الراس، سولف عنها قبل شويه، راح نسولف عن المشاكل مالته، والاي بي ال. ان اديشن تو راس اكو سيفرال نر ريسبتور اسوسييتد تايروسين كانيز كان اولسو functioning in signal transduction pathways. الراس من سولفنا عنه قلنا هو مرتبط بالايش، هو مرتبط بالريسبتر، يعني من يجي growth factor على فد ريسبتر معين، هذا الريسبتر موجود وين على السيل ممبرين، والريسبتر راح يصير له اكتيفيشن، ونتيجه الاكتيفيشن مال الريسبتر راح نحفز الراس عن طريق بروتينات خاصه، والراس راح ينقل الاشاره وين للنيوكلياي. هذه شنو نسميها السيجنالينج؟ نسميها receptor associated signaling او receptor associated tyrosine kinases. receptor associated signaling او receptor associated tyrosine kinases، احنا قلنا هي عباره عن ايش؟ كاينيزات، يعني وحده تفسفر الاخرى، وحده تفسفر الاخرى. هذا نوع، ومثال عليه قلنا الراس. نوع اخر من tyrosine kinases يعني هم تسوي لي activation وتنقل لي اشاره وين؟ تنقل لي اشاره للنيوكلياي. بس هذه اللي يسوي لي فوسفوريليشن واكتيفيشن وتنقل لي اشاره للنيوكلياي مو مرتبطات في ريسبتر معين، ما لها علاقه بالريسبترات ولا لها علاقه بالجروث فاكتورز تيجي من برا، هي موجوده داخل السيلز، مثلا موجوده داخل السيتوبلازم او موجوده بالنيوكلياي، تنقل لي اشارات للنيوكلياي تقول له يا بسوي لي جروث او امتنع عن الجروث. هاي شو نسميها؟ نسميها نن ريسبتر اسوسييتد تايروسين كاينيز. اما تنقل اشارات توصل وين؟ للنيوكلياي. من الأمثلة عليها اللي هي ABL proteins. طيب قلنا two important members in the category الراس والABL. الراس قلنا هي شنو؟ receptor associated. الABL هي non receptor associated kinase. الراس شو نصير به مشكلة؟ normal cells لما يصير لها stimulation طبيعي قبل المشكلة عن طريق growth factor راح يصير activation للreceptor. نتيجة الاكتيفيشن مال الريسبتر الجي دي بي راح يتحول الى جي تي بي. الجي تي بي بدوله يعني بدوره العفو راح يحفز للراف، والراف يحفز للماب كاينيز، والماب كاينيز ينقل الاشاره للنيوكلياي. اذا صار عندي ميوتيشن بالراس بروتين فراح يصير اكتيفيشن له بشكل مستمر وبعد ما يوقف، وبالتالي راح يصير كونتينيوس ستيميوليشن للراف بروتين. شلون الفكرة مالته هاي؟ أنا عندي هذا الراس، هذا growth factor جاي ارتبط، هذا الريسبتر مالته، هاي البريدجينج بروتين اللي سولفنا عنه قبل شوي شنو سميناها؟ سميناها GRB2 أو سميناها اسم ثاني، سميناها الكونترولرز اوف راس اكسشينجرز.
وشن كان وياها النوب؟ كان وياها جزيئة أخرى سميناها SOS أو سميناها راس إكسشينجرز. هاي كنترولرز أوف راس إكسشينجرز، وهاي سميناها راس إكسشينجرز اللي هي SOS. المهم سوالي اكتيفيشن للراس، فهذا الان اكتيف راس اللي مرتبط بجي تي بي تحول الى اكتيف راس مرتبط بجي تي بي. طيب طبعا هنا اكفت جزيئه هي اللي كانت مسؤوله عن التحويل، سميناها جاب بوقتها، سميناها جاب اللي هي جي اي بي او جابس، كانها هي المسؤوله عن التحويل. سميناها جوانسين نيوكليوتايد ريليزنج هامات، هنا ماكو مشكله، هي المسؤوله عن التحويل. طبيعيا الان اكتيف يتحول الى اكتيف، اوكي، والاكتيف يشغل الماب، يعني هذا الراف الراس العفو، الاكتيف يشغل الراف، هذا الراس الاكتيف شو يسوي لي؟ يشغل الراف، والراف بدوره يجي يشغل الماب وتنتقل الاشاره. هذا الراف من يشتغل يرجع الراس يرجع هالشكل ويرجع يصير انكتيف، لانه قلنا عمليه الاكتيفيشنز بصوره عامه اعطينا قاعده من البدايه هي ترانسنت، يعني وقتيه مو مستمره وليمتد ومحدوده. يعني هذا جي شغل لي الراف ورد رجع طفى، هذا الراس اللي هنا مسوينا له اكتيفيشن، جي سوى شغل لي الراف ورد هو بحد ذاته شبيه رد طفى رجع صار انكتيف. هاي طبيعيا صار له انكتيفيشن، يعني صار هايدروليسز رجع فقد فوسفيت هاي وحده هنا ورجع من الجي تي بي الى الجي دي بي وطفى. اذا صار عندي ميوتيشن بعمليه اذا صار عندي ميوتيشن بالراس، هذا الراس اذا صار بي ميوتيشن فبعد ما يصير لها هيدروليسز للجي تي بي مالته، يعني بعد من يرتبط بجي تي بي هو من المفروض طبيعيا جي تي بي يرتبط بيه فعله بعدين يرجع يتحول الى جي دي بي ويرجع يطفى بعمليه هيدروليسز او تحليل الجي تي بي. اذا صار بميوتيشن فهذا بعد ما يتحلل بعد كل شيء ما يشتغل عليه، فيظل مرتبطه بالجي تي بي بشكل مستمر ما يرجع يصير جي دي بي، ومن ظلت مرتبطه بالجي تي بي بشكل مستمر يعني ظل اكتف وظل الراف مشتغل وظل الماب مشتغل وظل الباثوي ينقل اشارات للنيوكليوس وظل الريبليكيشن يحدث. اذا الميوتنت راس بروتين از بيرمننتلي اكتيفيتد، لما يصير بها ميوتيشن هذا الراس راح يظل نشط. ليش؟ لانه بعد ما اقدر اسوي هايدرولايز للجي تي بي مالته، وبالتالي راح يصير عندي كونتينوس ستيميوليشن للخليه without external triggering. احنا هنا تطرقنا قبل شويه قلنا اكو فد ممبرين يونتس او ممبرين مويتي سميناها الفارنسيل ممبرين انكرز. هاي الفارنسيل قلنا هي اللي عن طريقه يرتبط الراس بالممبرين اسينشال فور البايندينج. بعض الادويه اذا عندي مشكله بالراس ومشكله الراس هي اللي سوت لي الكانسر، فانطي ادويه يمنع او تمنع ارتباط الراس بالممبرين، يعني توقف لي عمليه الفارنسيليشن. الفارنسيليشن اللي هي ارتباط الراس بالممبرين عن طريق الفارنسيل بروتين. فمن توقف لي هذا البروتين بعد ما يرتبط الراس بالممبرين فاقدر اسيطر شلون نقول على المسبب مالت الكانسر. النوع الثاني من الترانسديوسينج سيجنالز سميناها اي بي او قبل شويه، وقلنا هاي نن ريسبتر اسوسييتد تايروسين كاينيز، يعني هم تنقل لي اشارات تحفز على خلينا نقول يعني تنقل لي اشارات تحفز على الجروث وغيره، بس هي شنو؟ مو موجوده بال مو موجوده مرتبطه بالريسبتر او مو موجوده مرتبطه بالممبرين اللي هي اي بي ال. الاي بي ال طبيعيا موجوده بالنيوكلياي، طبيعيا وين موجوده؟ بالنيوكلياي. وشنو تسوي؟ تحفز على عمليه الابوبتوسيس. هاي الاي بي ال اذا صار عندي ميوتيشن، اذا صار عندي ميوتيشن بال كروموسوم التاسع، يعني صار عندي ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم التاسع والكروموسوم 22، فالجين المسؤول عن تكوين هاي البروتينات اللي هي ABL نسميه ABL جين. الجين المسؤول عن تكوين هاي البروتينات اللي هو ABL نسميه ABL جين، انتقل من الكروموسوم التاسع راح الى الكروموسوم رقم 22. انتقل من الكروموسوم التاسع راح وين؟ للكروموسوم رقم 22. مثل ما سألنا قبل شوي، خلينا نقول هذا الكروموسوم التاسع وهذا الكروموسوم رقم 22. هنا أنا موجود الجين اللي يسميه ABL جين، مسؤول عن تكوين بروتين يسميها ABL بروتينز. هاي البروتينات موجودة بالنيوكليا تحفز على الابوبتوسس. إذا صار عندي ترانسلوكيشن وانتقل هذا الجين من الموقع الطبيعي مالته اللي على الكروموسوم رقم 9 إلى موقع جديد على الكروموسوم رقم 22، ولقى بسدة كروموسوم، يعني مو كروموسوم وإنما جين
بستة نسميه البي سي ار جين، لقي هنا جين بستة نسميه بي سي ار جين. فهذولي واحد راح يقوي الثاني، وراح يتكون عندي جين هجين سميه هبريد جين. هذا الهبريد جين او الجين الهجين اللي يتكون نتيجة الترانسلوكيشن ايش راح يسوي؟ راح يسبب لي اكسبريشن للبروتين الاي بي ال وين؟ بالسيتوبلازم بدال النيوكلياي. ومن يصير اكسبريشن لهذا البروتين اللي هو اي بي ال بالسيتوبلازم بدال النيوكلياي، راح توقف عملية الابيبتوسيس اللي كان يسويها هو، وراح يقوم بالعكس. هو كان يحاول يمنع، يعني كان يحاول يموت الخلية عفوا كان يحاول يموت الخلية، هسه بالعكس راح يقوم يحاول يسوي جروث بالخلية بسبب هذه الميوتيشن صارت عندي. هذا الشيء وين نشوفه؟ بالكرونيك مايلويد لوكيميا. اذا النيو هبريد جين راح يبقى بالسيتوبلازم البروتين مالته، وراح يؤدي وظيفته وين بالسيتوبلازم؟ راح يحفز على السيل بروليفريشن، وراح توقف عملية الابيبتوسيس. وهذا الشيء راح يرجع يشرحه بهذا السلايد. فنقرأ بسرعة، الـ ABL بروتو أنكوجين إلى في التايروسين كاينيز أكتيفيتي that's dampened by negative regulatory domain. يعني هو البروتينات هذه إلها في التايروسين كاينيز أكتيفيتي، يعني إلها في نشاط مشابه النشاط الراس، إلها في نشاط مشابه النشاط إيش؟ الراس، إنه يحفز على البروليفريشن. بس هذا النشاط مالته يعني تقريبا ممنوع منه او محظور منه او محروم منه بسبب النيجاتيف ريجوليتوري دومين، فد بيفد جزء معين او بارت معين من هذا البروتين او من هذا الجين يسوي نيجاتيف ريجوليشن، وبالتالي يمنع هذا التيروسين كاينيز اكتيفيتي، فما يؤدي التيروسين كاينيز اكتيفيتي. هذا طبيعيا لا شو يسوي، والله يحفز على الابيبتوسيس فقط. اما قلنا من صارت بميوتيشن وانتقل لهذا الكروموسوم رقم 22 فظل بالسيتوبلازم، اظهر هذا التيروسين كاينيز النشاط مالته قام يشتغل. احنا طبيعي ان كان محروم صاير الدمبنت، يعني محروم من هذا الافكت او من هذه الاكتيفيتي، من صار بالسيتوبلازم نسيت الترانسلوكيشن لا رجعت لهاي الاكتيفيتي وقام يشتغل. طيب هاي الحاله سميناها كرونيك مايلويد لوكيميا acute leukemia activity unleashed because the ABL gene translocated من normal كروموسوم التاسع لكروموسوم 22 ارتبط ويا جين نسميه PCR جين، كون لي جين مهجن نسميه هبريد جين. هذا الجين راح يكون لبروتينات لها نشاط تايروسين اكتيفيتي مشابهة للراس، ف راح يصير ايش عندي؟ اكتيفيشن للبروليفريشن ويصير عندي كانسر. الدراسات الاخرى الميكانيكيه اللي عن طريق الاي بي ار يسوي لي اونكوجينيسيس هي يعني مبهومه، يعني ما يعرفوها بشكل كامل. طيب نورمال قلنا هي موجوده بين النيوكليا، يحفز على الابيبتوسيس، لما يصير عندي دي ان اي دامج من صار بي كانسر فقد هاي الميكانيكيه. زين هذا فهم هاي الميكانيكيه يعني مال حدوث الكانسر بالكرونيك مايلويد لوكيميا يساعدني باختيار العلاج، يعني استخدم علاج يسمي جليفيك او ST1 571. هذا الدراج او هذا العلاج يعتبر انهبيتر للاي بي ال كاينيز، وبالتالي نستخدمه للبيشنتيه اللي عندهم شنو؟ كرونيك مايلويد لوكيميا. وهاي الصوره توضح لك الشغله. هذا الجين كان هنا انتقل هنا صار عندي هبريد جين قام يشتغل اكثر من الطبيعي وحصل على تايروسين كاينيز اكتيفيتي، نسميها ماتينا فيلادلفيا كروموسوم اخذناها بالجينيتيك بوقتها. طيب المرحله اللي وراها اذا صارت عندي مشكله بالترانسكريبشنال فاكتورز، اذا صارت عندي مشكله وين بالترانسكريبشنال فاكتورز احنا نروح ونرجع على هذه، يعني هي الفكره العامه. اخذنا المشاكل اللي تصير وين بالبدايه بالاكسترا سيلولار جروث فاكتور يعني بالجروث فاكتورز، واخذنا المشاكل اللي تصير بالريسبتورات، اخذنا المشاكل اللي تصير بالجي تي بي بايندينج مثل الراس نفسها او السيرين ثريونين، ما اخذنا بالله عنها، اخذنا عن الراس واخذنا واحد هي ما لها علاقه بالريسبتورات سميناها اي بي او اللي هو هذا تايروسين كاينيز خلينا نقول، واخذنا ووصلنا العفو للترانسكريبتنج فاكتورز. هسه راح ناخذ مشاكل بالترانسكريبتنج فاكتورز يعني مثل الميك جين وغيرها. طيب على الترانسكريبتنج فاكتورز او نيوكليير ترانسكريبتنج فاكتورز، كلك انت عندك مجموعه كبيره من الترانسكريبتنج فاكتورز من ضمنها الميك
قلنا، والجان والفوز وغيرها. هذا البروتينات تيجي على الدي ان اي شلون تشتغل، يعني راح تحفز سايكلين ديبندنت كاينيزز، والسايكلين ديبندنت كاينيزز تدخل الخلية بالسيل سايكل، بعدين ترجع هاي الميك جين ينخفض المستويات مالته وخلص، ما يصير ظل مرتفع بشكل مستمر. اما اذا صار بها ميوتيشن فراح تظل، شنو راح تظل صاير لها اكتيفيشن بشكل مستمر، يعني ما تنخفض ما تصير هيجة، هاي طبيعيا هاي الباثوي اللي هنا طبيعيا. اذا ما انخفض المستويات مالها بسبب فد ميوتيشن فسستيند اكتيفيشن، يعني دائما مشتغله، راح يستمر الاكسبريشن مالته ويستمر العمل مالته، فراح يصير عندي ايش كانسر، يعني يستمر البروليفريشن ما يوقف يصير عندي كانسر. هذا نشوفه وين؟ بالبركت لينفوما وبالبريست والكولون كانسر والنيوروبلاستوما. هم البركت لينفوما نتيجة ترانسلوكيشن مالت الميك جين ما بين الكروموسوم رقم 8 وكروموسوم رقم 14. جروث اوتونومي may occur as a consequence of a mutation affecting genes that regulate transcription of DNA. يعني كانسر الجروث مالته يحدث بسبب ميوتيشن تحدث بالجين المسؤول عن الترانسكريبشن. واحنا عندنا مجموعه من الجينات سالفنا عن الميك والميب والجان والروس وغيرها، سميناها اونكو جينز موجوده بالنيوكلياي. الميك جين هو عماتين من اهم الجينات المسؤوله عن الهيومن تيومر، يرتبط قلنا بالدي ان اي، يسوي الاكتيفيشن للترانسكريبشن مالت الدي ان اي، راح يكون البروتينات تحفز للسايكلين ديبندنت كاينيزز، والسايكلين ديبندنت كاينيزز من تتحفز راح تدخل الخليه بالسيل سايكل، راح يصير تكاثر. ورا ما تدخل الخليه بالسيل سايكل تنخفض مستويات الهاي الميك بروتينز الناتجه من الميك جينز، تنخفض بروتيناته يعني تصير سايكل واحده للخليه، يعني انقسام واحد للخليه وخلص. بس اذا عندي ميوتيشن ما انخفضت المستويات مالته لا راح يصير عندي اكثر من سايكل وبالتالي يصير كانسر. هذا الشيء نفسه رجع مشروح بالضبط هنا، يعني مكرره وسوالف كثير مكررها بالشيء ما اعرف ليش. سايكلينز والسايكلين ديبندنت كاينيزز هذا معطينا احد البروتينات المهمه اللي تدخل الخليه بالسيل سايكل. انا عندي السيل سايكل اللي خلينا نحاول نرسم هنا، هاي الخليه موجوده بالجي صفر او ريستنج، نريد ندخلها بالسيل سايكل لازم ندخلها بالجي 1، بعدين من الجي 1 تتحول للاس، يعني هاي بدايه خلينا نقول تدخل بالجي 1، بعدين تتحول للاس فيس، بعدين الجي 2، بعدين ترجع للايش للزيرو. هذا السيل سايكل. الخليه حتى يعني تمر من الجي 1 للاس تحتاج الى فوسفوريليشن او تحتاج الى اكتيفيشن خلينا نقول، وحتى تتحول من الاس للجي 2 هم تحتاج الى اكتيفيشن، ومن الجي 2 للزيرو هم تحتاج الى اكتيفيشن. هذا الاكتيفيشن يحدث عن طريق كاينيسز، دائما اكتيفيشن كاينيسز. هاي الكاينيسز نسميها سايكلين ديبندنت كاينيسز، اللي هي خلينا نقول تشتغل خلينا نقول اي هنا تشتغل اي هنا تشتغل اي هنا حتى تحول من الجي 1 للاس ومن الاس للجي 2 ومن الجي 2 ترجع ليها للكويسنت او للجي 0. هاي كلها نسميها كاينيسز. هاي الكاينيسز حتى انها تشتغل تحتاج الى سايكلينات، لذلك احنا نسميها سايكلين ديبندنت كاينيسز، يعني سايكلين ديبندنت كاينيز، يعني هي عباره عن كاينيز تحتاج سايكلين حتى انها تشتغل. هذا الشيء اخذناه بالتفصيل بالشيت مال الجروث الاول مال دكتور عبد السلام او مال الهيلينج او الريبيرينج، تحتاج الى سايكلينز، فيجي السايكلين يشغل الكاينيز ويجي الكاينيز يدخلك بالسيل سايكل او يمشي لك السيل سايكل. اذا صارت عندك مشكله بالسايكلينز وصارت اكثر من الطبيعي راح تتحفز الكاينيزات اكثر من الطبيعي فتدخل سيل سايكل اكثر من الطبيعي، يعني كانسر. ممكن المشكله مو بالسايكلين، ممكن المشكله بالكاينيز نفسه، عندك الكاينيزات هي اكثر من الطبيعيه عمليه تكوينها، او من تتنشط بعد ما تطفى، يعني من تشتغل بعد ما تطفى مثل الاكتيفيشن خلاص بعد ما تنفصل، شلون الرسم احيانا اذا صار بي ميوتيشن يصير الاكتيفيشن بعد ما يوقف يظل مشتغل دائما، نفس الشيء اذا صار الاكتيفيشن بشكل مستمر العفو للكاينيسز هم ما تنصير مشكله. فهي هي هاي الفكره هنا انه السايكلينز بايند ويا الكاينيسز وشغلون الكاينيسز. عندي عائله حيل مهمه من السايكلين نسميها سايكلين دي فاميلي، هذول يشتغلون على الكاينيز الرابع والسادس، تمام؟ سايكلين
حركتين دي فامول يشتغلون على الكينيز الرابع والسادس، يعني عندي كينيز 4 وكينيز 6، فيخليهم يعني من اشتغلوا الكينيزز اللي هم هذول الصفر اشرناهم هنا، هذا وهذا وهذا والصفر، من اشتغلوا راح يدخلون الخليه يحولوهم من الجي 1 مثلا الى الاس، يحولوهم من الجي 1 الى ايش؟ الى الاس فيس. زين اكو هماتين بروتينات نسميها انهبيترز اوف كينيز. اذا هسه الكينيزز اكو لها ستيميليترات سميناها سايكلينز، واكو لها انهبيترات، فاذا زادت الاستيميليترات راح تزداد الكينيز، اذا قلت اذا زادت الانهبيترات راح تقلل الكينيز، يعني السايكلينز تزيد للكينيز اكتيفيتي والانهبيترات تقلل للكينيز اكتيفيتي. ف اذا صار عندي مثلا هنا السايكلين دي اوفر اكسبريسد راح يسوي لي كانسر، هذا نشوفه بالبريست كانسر، بالليفر كانسر، بالايزوفيجيال كانسر. واحيانا قلنا المشكله مو بالسايكلين، المشكله بالكينيز نفسه. اذا صار عندي مشكله بالكينيز يعني مثلا امبليفيكيشن بالجين المسؤول عن الكينيز هم ممكن يسوي لي كانسر، هذا نشوفه بالميلانوما والساركوما والجاليوبلاستوما او جلايوبلاستوما. بس لحد الان خلصنا كل شيء يخص الاونكوجينز اللي هو هذا، خلينا نقول الشطر من المخطط. هذا الاول كله خلصنا. ظللنا التيومر سبرسر جينز والانهبيشن مالت الابيبتوسس، راح نشرحها بفويس واحد حتى ما يطول الوقت. طيب راح نكمل هسه الجزء الاخير اللي هو كانسر سبرسر جينز. الكانسر سبرسر جينز هي عباره عن ريسيسيف جينز، في حين الاونكو جينز كانت دوميننت. هاي اول شيء ننتبه عليه، الفرق بين الاونكو جين والكانسر سبرسر جينز. الأونكوجين تحفز على الجروث، الكانسر سبرسر جينز الجينات اللي تكون البروتينات تمنع الجروث، يعني توقف عملية الجروث. من ضمنها عندي الار بي جين مسؤول عن ريجوليشن مال السيل سايكل، وعندي بروتين 53 يأثر على السيل سايكل ويأثر على الابيبتوسس، وعندي ترانزيشنال جروث فاكتور بيتا. قبل شوي اخذنا ترانزيشنال جروث فاكتور الفا وهذاك كان يساعد على الجروث، كان يعتبر جروث فاكتور. اما هذا الترانزيشنال جروث فاكتور بيتا فهذا يعتبر ايش؟ انهبيتر. وادي الاي بي سي ريجوليتنج اوف كاتانين، وهسه نسولف عنه بالتفصيل وحده وحده، بس هاي الاربعه هي تعتبر كانسر سبرسر جينز موجودات بشكل جزيئات، يا اما بالسيتوبلازم يا اما بالنيوكليي. طيب هاي هنا كاتبين ستيميليت البروليفريشن، هي بالعكس انهبيت البروليفريشن، بس معليش نكمل. بالبداية ناخذ الار بي جين. الار بي جين والبروتينات الناتجة من الار بي جين موجودة بصيغة نقول عنها اكتف نون فوسفوريليتد فور او ان اكتف فوسفوريليتد فور، يعني يا اما هذا البروتين الموجود يا اما يكون مرتبطة بجزيئات فوسفيت، مرتبطة بجزيئات فوسفيت وبالتالي يكون شنو؟ ان اكتف، او يكون وحده بدون جزيئات فوسفيت او عدد الفوسفيت بي قليله حيل فيكون اكتف. اذا المفسفر يكون ان اكتف يعني غير نشط، اللي هو هذا، هذا مفسفر باربع فوسفيتات فيكون ان اكتف. وبالمقابل الغير مفسفر يعني النون فوسفوريليتد اللي هو هذا ما بي فوسفيت او بي بس وحده، هذا يكون اكتف. هاي نثبتها بانه ما يخص الار بي جين. الاكتف يرتبط بالترانسكريبشن فاكتور، يوقف عملية الترانسكريبشن، هو اكتف روح يرتبط بالترانسكريبشن فاكتورز، فشي يسوي؟ يوقف عملية الترانسكريبشن. ليش يوقف عملية الترانسكريبشن؟ يعني يمنع عملية البروليفريشن، يعني من صار عندك ترانسكريبشن صار بروليفريشن، من وقفت الترانسكريبشن يعني وقفت البروليفريشن. ليش يوقفه؟ لانه هو هيك وظيفته، هو سبرسر جين يعني يمنع الجروث. بالمقابل الانكتيف، الانكتيف فورم مالته من شلون نقول يعني ما يرتبط بالترانسكريبتينج فاكتورز، فيخلي الترانسكريبتينج فاكتورز حره فيحدث ترانسكريبشن. هذا الشيء وين يشتغل؟ يشتغل على الجي 1 ويخلي الخليه تدخل بالاس فيس، لان الترانسكريبشن او النسخ مالت الدي ان اي يحدث بالاس فيس، من اسمه اس فيس اللي هو السينثيسيس فيس، الفيس اللي يصير بيه تخليق للدي ان اي يعني يصير ترانسكريبشن. فهذا الار بي يتحكم انه الخليه تدخل للسايكل لو ما تدخل، يعني يعني الخليه تمر بال
يعني الخلية تمر بالجي 1 وتدخل للجي 2، سوري تمر بالجي 1 وتدخل للاس، لو ما تعبر من اللي يتحكم بها؟ يتحكم بها هذا البروتين اللي سميناه الار بي بروتين. اذا هو بحد ذاته اذا كان اكتف فيروح يرتبط بالترانسكريبتينج فاكتورز، اذا كان هو اكتف يروح يرتبط بالترانسكريبتينج فاكتورز يوقف عملها، يسوي لها انهبيشن، فما راح يصير عندي ترانسكريبشن. اما اذا كان هو ان اكتف فبهاي الحاله يترك الترانسكريبتينج فاكتورز ما يرتبط بها، وبالتالي الترانسكريبتينج فاكتورز راح تكون حره، فراح يصير عندي اكتيفيشن، فراح يصير عندي جروث. هاي الفكره مع العمل هذا الانزيم، وهنا أنا تتوضح بهاي الصوره. شوف هنا أنا البروتين بحد ذاته هو هذا الجزء، هاي الطاقية هي البروتين، تمام؟ حتى أنا يشتغل يروح على مكان موجود بها جزيئين نسميها E2F، اللي هي هاي الجزيئة. هسه البروتين هذا المثلث الأزرق، ال E2F هو هاي الجزيئة الحمراء، تمام؟ ال E2F هي هاي الجزيئة الحمراء. هاي ال E2F لها فد مكان خاص على ال DNA، DNA هاي الجزيئة الخضراء. فإذا البروتين فوسفوريليتد يعني مرتبطات بي فوسفيت كثيرة، هسه هذا البي هو البروتين ار بي، إذا مرتبطات بي فوسفيت كثيرة، يعني هاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة، فبهاي الحالة البروتين يكون اكتف. فيجي شي يسوي؟ يرتبط بهذا الاي 2 اللي موجود هنا ويوقف عملية الترانسكريبشن، وهاي نشوفه بالصورة انه هذا سوري اذا كان انكتف، يعني اذا كان الفوسفيت ماله، اوف لحظة والله، اذا رسمنا مثلا هذا البروتين اللي هو الار، وهذه عندي بروتين اخر هذا الاحمر اللي هو الاي 2 اف، هذا يعتبر ترانسكريبتينج فاكتورز الاي 2 اف، يجي يقعد على الدي ان اي اللي هو هاي الجزيئة الخضر خلينا نقول. ففي حال كان، في حال كان الار بي بروتين هذا المثلث الاسود، الار بي بروتين في حال كان غير مفسفر، يعني الفوسفيت بقليلات مثلا بس ثنتين، نسميه هايبو فوسفوريليتد او نن فوسفوريليتد، فبهاي الحالة راح يكون نشط، واذا كان نشط راح يجي على هذا الترانسكريبتينج فاكتورز، هذا الاحمر الترانسكريبتينج فاكتورز يوقفه، يسوي له انهبيشن، فبعد ما يشتغل الترانسكريبتينج فاكتورز فتوقف عملية الترانسكريبشن. اما اذا كان هذا البروتين اللي هو الار بي بروتين، تمام، اذا كان فوسفوريليتد يعني يحتوي على مجاميع فوسفيت كثيره، فقلنا راح يكون انكتف، واذا كان انكتف بهاي الحاله من يرتبط بالترانسكريبتينج فاكتورز او ما راح يرتبط اصلا بالترانسكريبتينج فاكتورز، اذا كان انكتف ما راح يرتبط اصلا بالترانسكريبتينج فاكتورز، فالترانسكريبتينج فاكتورز راح يظل يعني مرتاح ماخذ راحته، وبالتالي يسوي لي ترانسكريبشن بشكل طبيعي. هاي يعني فكرة العمل مالت الار بي، وهذا مشروع هنا مرة أخرى. ومنو اللي يتحكم بيه؟ طبعا قلنا راح يأثر على دخول الخلية بالسيل سايكل، يعني راح يتحكم بإيش؟ بالتحول من الجي 1 للإس، يعني قلنا الإس هو السينثيسيس يعني الترانسكريبشن، فأنت من تحفز على الترانسكريبشن يعني دخلت الخلية بالإس فيس، وبالمقابل من تمنع الترانسكريبشن يعني وقفت الخلية منعتها من الدخول بالإس فيس، هذا كوظيفة له. قلنا الهايبو فوسفوريليتد يعني غير المفسفر يرتبط ويا الاي 2 اف اللي هو ترانسكريبشنال فاكتور، يرتبط بالدي ان اي يمنع الترانسكريبشن، يسوي لي شنو؟ انهبيشن ترانسكريبشن، وبالتالي ما راح يصير عندي ترانسكريبشن للجينات اللي مسؤوله عن الاس فيس. بالمقابل اذا كان فوسفوريليتد يعني مفسفر بهاي الحاله ما راح يرتبط بالاي 2 اف، يعني راح يحرر الاي 2 اف، راح يتركه حر، يسوي ريليزنج للاي 2 اف اللي هو هذا الترانسكريبشنال فاكتور، وبالتالي الاي 2 اف من يصير حر راح يسوي ترانسكريبشن بشكل طبيعي. زين هو منو اللي يحفز لي؟ يعني منو اللي يسوي لي فسفره للار بي؟ عم يخليه يصير انكتف. اللي يسوي لي فسفره هي السايكلين ديبندنت كاينيز كومبلكس. يعني هذا السايكلين ديبندنت كاينيز، كنا هاي من اسمه كاينيز يعني انزيمات مفسفره. فهاي السايكلين ديبندنت كاينيز من ترتبط ويا سايكلين راح تشتغل، مو هيش قلنا؟ ان السايكلين هو اللي فعل السايكلين كاينيز. من ترتبط السايكلين بالسايكلين كاينيز ديبندنت
او السايكل اندبندنت كانيز راح تشتغل هاي الكانيسس فراح تقوم تفسفر. فمن ضمن البروتينات اللي تفسفرها راح تفسفر الار بي فيسر لاين اكتيفيشن. هذا الشيء مشروع حمات هنا مكرر اكثر من مره الفوسفوريليشن مالته. بالمقابل انا السايكل اندبندنت كانيز قلنا اللي يحفزها هاي السايكل اندبندنت كانيز قلنا اللي يحفزها منو؟ السايكلينز مو صحيح؟ زين منو اللي يثبطها؟ كانت سوالف نسميها سايكلين كانيز انهبيترز، سايكلين ديبندنت كانيز انهبيترز. سولفنا عنها قبل شوي، قلنا سايكلين ديبندنت كانيزز اكو انهبيترز الها اللي هي هاي هذا الكانيز، اكو ستيميليتر الها اللي هو سايكلين قلنا، واكو انهبيترز الها، الانهبيترز توقف عملها. بالمقابل هنا انا راح ارجع اتكرر هذا الحكي، قلت لك هذا الفوسفوريليشن منو اللي يمنع حدوثه؟ يمنع حدوثه المثبطات مالت السايكلين ديبندنت كانيز، لان انت من وقفت السايكلين ديبندنت كانيز يعني الكانيز بعد ما يشتغل، يعني الفسفر بعد ما تحدث، اذا الار بي ما راح يتفسفر. تمام. All cancer cells صير بيها dysregulation بالجي 1 الى الاس، ميوتيشن 1 اوف 4 جينز ريجوليت الفوسفوريليشن. اكو ميوتيشن بالجينات المسؤولة عن الفوسفوريليشن مالت الار بي. الجينات اللي هي شنو؟ يا اما الار بي جين بحد ذاته بي ميوتيشن، يا اما سايكلين ديبندنت كانيز 4 كانيز بمشكله، او ممكن سايكلين دي نفسه هو اللي بمشكله مو الكانيز، وانما السايكلين هو اللي بمشكله يعني، او سايكلين ديبندنت كانيز ان 2 او يسمى بالبي 16. طيب هاي هنا يرجع يسوي لك بشكل ملخص، يقول لك اللوس اوف نورمال سيل سايكل كنترول ممكن يسبب لك ترانسفورميشن اوف مالجننت، وهاي المشاكل مشكله يا اما بالسايكلين نفسه يا اما بالكاينيز. هسه السايكلين يشتغل على الكاينيز قلنا، والانهبيتر هم تشتغل على الكاينيز، هذا يحفز وهذا يثبطه. يا اما مشكله بالسايكلين نفسه، يا اما مشكله بالكاينيز، يا اما مشكله بالانهبيترات، او مشكله بالار بي اللي الكاينيزات تشتغل عليه، لكن الكاينيز يشتغل على الار بي. خلاص هاي المحصله مالت السايكلينز والسايكلين ديبندنت. طيب قلنا احنا عندنا بروتينات اثنين مهمه بالتيومر سبريشن، اللي هي بروتين 53 والار بي. هالشكل قلنا قبل شوي عندنا بروتينات مهمه بالتيومر سبريشن اللي هي الار بي والبروتين 53. هذا ما راح نسولف عنه، التي جي اف يعني هذا التي جي اف ما نسولف عنه، الاي بي سي ناخذ عنه فكره بسيطه. طيب هسه الار بي سولفنا انتهينا منه، عندنا البروتين 53 يعتبر نيجاتيف ريجوليتر للسيل سايكل يعني مثبط، موجود طبيعيا بمستويات منخفضه والشورت هالف لايف عنده يعني الهالف لايف مالته قليل. هذا اذا صار بي ميوتيشن فراح يظل لفترات طويله موجود ويسوي اكيوميليشن بالسيلز، ويعتبر البوليسمان مالت الخليه يمنع اي دمج من الاستمراريه. يعني لما يصير عندي في الدمج بالخليه او بالدي ان اي مالت الخليه فيمنع هذا الدي ان اي من انه يستمر بالخليه على الوضعيه مالته، يقول يا اما اسوي لي ريبيرنج للدمج مالتك يا اما اقتل الخليه ادخلها بابيبتوسس. هاي الفكره مالته. هذا نفس الحكي راجع نشرح نكرر شلون يشتغل، يرتبط بالدي ان اي. هاي اول شغله يسويها انه شو يسوي؟ يرتبط بالدي ان اي، ومن يرتبط بالدي ان اي شنو يسوي؟ بالبدايه عن طريق بروتين 21 يوقف السيل سايكل، عن طريق البروتين 21 يوقف السيل سايكل، وعن طريق الجاد 45 يحفز على الريبيرنج. يعني هو شو يسوي؟ يجي هذا البروتين 53 يرتبط بالدي ان اي، من ارتبط بالدي ان اي يجي على جينات خاصه مسؤوله عن تكوين بروتين نسميه بروتين 21. هذا البروتين بحد ذاته هو انهبيتر للكاينيسز، لما قلنا الكاينيسز اكو انهبيترات، فهذا هو يعتبر سايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتر. فانت من سويت انهبيشن للكاينيز يعني وقفت السيل سايكل، يعني الكاينيز هي اللي كانت تشغل الار بي، والار بي هو اللي كان يدخل لك الجي 1 للاس، فهاي الشغله الاولى يسويها الدي ان اي. من وقفت السيل سايكل يعني بطأت عمليه الجروث، فانطيت مجال لايش؟ للاصلاح. نفس الوقت فعل الجينات المسؤولة عن تكوين البي 21 راح يفعل لي جينات مسؤولة عن تكوين بروتين سمي جاد 45، جينات مسؤولة عن تكوين بروتين سمي جاد 45. هذا البروتين اللي هو جاد 45 من فعلنا راح يجي يحاول يسوي شنو؟ ريبيرنج للدمج.
وينتظر البي 53. صار ريبيرنج للدمج خير على خير، ما صار ريبيرنج للدمج يقوم شو يسوي؟ يفعل لي انزيمات او يفعل لي جينات جديده مسؤوله عن تكوين انزيمات تسميها بوكس انزيمز. هاي البوكس انزيمز دخل الخليه بابوبتوسيس وتموت الخليه. هذا النورمال بروتين 53، هذا يرتبط لي وين؟ بالدي ان اي. حفز لي البروتين 21 والجاد 45. البروتين 21 سوى لي ديلي بالترانسكريبشن، يعني بطأ لي شوي لانه وقف السلسلة. والجاد 45 شغل لي الريبيرنج حتى ترجع الخليه للنورمال. اذا ما رهمت نفعل البوكس، من فعلنا البوكس تدخل بالابوبتوسس اذا ما صار عندي ريبيرنج. طبعا المشكله اذا صارت ميوتيشن فهذا ما راح يشتغل بشكل صحيح، يعني هاي النقاط الثلاثه اللي كان المفروض يسويها ما راح يسويها، فايش راح يصير عندي؟ كانسر نيوبليجي. من الكانسرات اللي تحدث ممكن اكوايرد، يعني ميوتيشن مكتسبه بهذا الجين المسؤول عن تكوين البروتين 53. ميوتيشن مكتسبه يعني تعرض مثلا لاشعاع او غيرها او مواد مسرطنه فسبب لي كانسرز، سبب لي مشكله بالبروتين يصير كانسر مثل الكولون كانسر، البريست كانسر، اللانج واللوكيم. او ممكن انهيرتد، يعني واحد وراثيا يولد عنده مشكله بالجين المسؤول عن تكوين البروتين 53، وهاي الظاهره نسميها ليفروميني سيندروم. وهماتين الساركوما احيانا تكون انهيرتد، لوكيميا برين نفس الشيء. طيب ممكن هماتين من سبب اخر من الاسباب يسوي لي مشاكل بي، انه ممكن اكو بعض الدي ان اي فايروسز تجي توقف لي البروتين 53. بعض الدي ان اي فايروسز من اثناء العمل مالتي انه توقف البروتين 53، من توقف البروتين 53 تمنع الابوبتوسس. طيب هاي هنا الحكي اللي شرحناه راجعين عادي، يعني يقول لك هاي الخليه صار بيها دمج، يعني مثلا هايبوكسين صار بيها دمج بالدي ان اي مالته، فجي البروتين 53 ارتبط بالدي ان اي. نتيجة الارتباط مالته بالدي ان اي راح سوى لي نسخ الجينات خاصة. هاي الجينات شو تسوي لي؟ تكون لي بروتين 21 اللي هو سايكل اندبندنت كانيز انهبيتر، وتكون لي جاد 45 اللي هو دي ان اي ريبير. هذا السايكل اندبندنت كانيز انهبيتر وقف لي الخلية بالجي 1، اعطاني وقت كافي لعملية الريبيرنج. اجعل الجاد 45، اذا ترهم يصير ريبيرنج للخلية خير على خير، ما ترهم يصير ريبيرنج ارجع اشغل البوكس. من شغلت البوكس صار ابوبتوسس وماتت الخلية. اذا صارت عندي مشكله او ميوتيشن بالبروتين 53 وبالتالي ما صار لها اكتيفيشن، الخليه ما راح يصير لها اريستنج، راح تظل مستمره بالانقسام على الرغم من انه الدي ان اي مالتها مو صحيح، ولا راح يصير هيلينج للدي ان اي او ريبيرنج للدي ان اي، وبالتالي الخلايا الناتجه راح تكون خلايا مو صحيحه، راح يصير عندي كانسر او مالجنت تيومر. طيب هذا الحكي نفسه راجع نشرحه مره ثانيه على الاقراء السريع. الاكتيفيشن مالت النورمال بروتين 53 باي دي ان اي دبيجيك ايجنت اور باي هايبوكسين ليد تو سيل ارست بالجي 1 وعرفنا ليش، واندكشن مال دي ان اي ريبير وعرفنا ليش، باي ترانسكريبشنال اب ريجوليشن اوف سايكل اندبندنت كانيز انهبيتر اللي هو بروتين 21 اند جات 45 جينز سكسسفول ريبير اوف دي ان اي الو سيل تو بروسيد وذ ذا سيل سايكل. هذا الريبير مالته اذا صار بها ريبير للدي ان اي نسمح للخليه انه تكمل السيل سايكل بشكل طبيعي، اذا ما صار ريبير للدي ان اي لا نوقف عمليه السيل سايكل وندخلها بايش؟ بالابوبتوسس عن طريق الباكس جين، نسميه بوكس قبش او باكس جين ما ادري بوكس، المهم عن طريق الباكس جين، فيؤدي الى ايش؟ ابوبتوسس. اذا عندي ميوتيشن بالبروتين 53 فما راح يصير ريبيرنج راح يصير مالجنسي. طيب الاي بي سي اللي هو يعتبر من التيومر سبريسر جينز، اكو جين مسؤول عن تكوين بروتين نسميه اي بي سي بروتين. هذا البروتين مسؤول عن السيطرة على البيتا كاتنين، بس ناخذ الصورة ونشرحها عليها بالتفصيل. مسؤول عن السيطرة على البيتا كاتنين. البيتا كاتنين هو عبارة عن كومبوننت باث واي نسميه دبليو ان تي باث واي. يعني انا عندي هاي السيل صارت صغيرة السيل، عندي هاي السيل بيها هاي النيوكليير هاي ريسبتورات، اكو باث واي نسميه دبليو ان تي انه تجي في الجزيئات دبليو ان تي ترتبط بريسبتور خاص بها تسوي لي اكتيفيشن الباث واي. الباث واي نتيجه الاكتيفيشن مالته راح يفعل لي ماده نسميها بيتا كاتنين، هاي البيتا كاتنين راح تحفز على الترانسكربشن وتحفز على السيل جروث بالنيوكليا. تمام، هاي البيتا كاتنين. عندي بروتين مهم شو نسميه اي بي سي. هذا الاي بي سي مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن الانهبيشن مالت البيتا كاتنين، وبالتالي يمنع الجروث الاكثر من طبيعي بالخليه. هاي راح نرجع نشرحها بالتفصيل على الصوره مالته.
بس هسه اخذنا فكرة عامة عنها بالرسم. اذا ال اي بي سي هو ريجوليتنج للفانكشن مالت البيتا كاتينين. البيتا كاتينين والاي بي سي هما اثنين يعتبرون من المكونات مال فد باث وي نسميه دبليو ان تي سيجنالينج باث وي بالخلايا الطبيعية غير معرضة للدبليو ان تي. يعني اذا خلية عندي طبيعية، هاي الخلية طبيعية ما جايتها فد سيجنال، يعني هذا الريسبتر مالته بس ماكو سيجنال للريسبتر، الريسبتر وخلاص ماكو فد فاكتور يعني ماكو دبليو ان تي فاكتور او دبليو ان تي مولكيول، خوش حكي طبيعية. فالكاتانين الموجودة مرتبطة ويا من؟ ويا الاي بي سي بروتين. هذه الكاتانين جزيئات الكاتانين الموجودة مرتبطة ببروتين نسميه اي بي سي بروتين، وهذا الاي بي سي بروتين مقيدها او مسوي لها ديستركشن وبالتالي موقف التأثير مالتها. فالكاتانين ما تشتغل لانه مرتبطة بالاي بي سي، يعني المستويات مالتها راح تكون قليلة البيتا كاتانين لانه صار لها ديستركشن، واللي مسوي لها ديستركشن هو الاي بي سي. طيب وبالتالي ما توصل اشارات للنيوكلاي بانه يصير لها بروليفريشن. اما اذا جتني اشاره يعني جاني دبليو ان تي وارتبط بالريسبتر مالته فراح يصير دي اكتيفيشن للاي بي سي، هذا شو اسمه البروتين اي بي سي راح يصير له دي اكتيفيشن، فالكاتانين ليفلز راح ترتفع بعد ما يصير لها ديجريديشن او ديستركشن عن طريق الاي بي سي، لانه الاي بي سي وقفنا عمله سوينا له دي اكتيفيشن، وبالتالي راح ترتفع مستويات الايش البيتا كاتانين. ومن ترتفع مستويات البيتا كاتانين راح تروح للنيوكلياي وترتبط بالترانسكريبتنج فاكتورز اللي هو تي سي اف فاكتور نسميه هنا، وراح تدخل الخليه بالسيل سايكل. اذا اكو عندي ميوتيشن بالاي بي سي وبالتالي هذا الاي بي سي ما يشتغل بشكل طبيعي، يعني ماكو ديستركشن للبيتا كاتانين ابدا، يعني دائما البيتا كاتانين ماخذه راحتها وتشتغل، وما انه البيتا كاتانين دائما ماخذ راحته وتشتغل، يعني دائما نسوي لي اكتيفيشن للجينات بشكل مستمر واكو جروث بشكل مستمر، سواء اكو دبليو ان تي او ماكو، يعني سواء جاها تحفيز او ما جاها تحفيز دائما هي حره. هاي الصوره توضح انه هذا الريسبتر طبيعيا ماكو جزيئات يمه، وبالتالي الاي بي سي مرتبط بالبيتا كاتانين ومقيدها. هذا الريسبتر طبيعيا ماكو جزيئات يمه، الاي بي سي مرتبط بالبيتا كاتانين هاي الجزء ومقيدها مسوي لها ديجريديشن، وبالتالي ما تشتغل وين على الترانسكريبشن، فماكو ترانسكريبشن ماكو جروث نو بروليفريشن. اذا جتي دبليو ان تي جزيئات فهاي تنطيني اشاره تقول لي يابا اي بي سي انت اوقف لا تشتغل. من وقف الاي بي سي البيتا كاتانين ما صار لها ديستركشن ظلت طبيعيه، جتي هنا ارتبطت بالترانسكريبتنج فاكتور تي سي اف سوت لي بروليفريشن. اذا عندي ميوتيشن بالاي بي سي وما يشتغل بشكل طبيعي، فبهاي الحاله البيتا كاتانين ما حد يسوي لها ديستركشن فما اخذ راحتها، تشتغل ترتبط بالتي سي اف ويسوي البروليفريشن بشكل مستمر، وهاي الحاله مالت المالجنسي. طيب عندي جينات تسميها ابيبتوسس جينز. الابيبتوسس جينز الجينات المسؤوله عن السيل ديث. اخر شيء اخر مره نرجع عليها ما يخالف، اخر شيء عندنا وصلنا هي الجينات المسؤوله عن الابيبتوسس اللي هي بي سي او، اخذنا الار بي واخذنا البي 53 واخذنا هالسوالف كلها. عند الجينات المسؤوله عن الابيبتوسس اللي هي بي سي او اذا صارت عندي بها مشكله شنو راح يصير؟ هاي هنا يقول لك اكو جينز مسؤوله عن البروجرام سيل ديث بروموتنج اور سبرسنج العمليه مثل الباكس والبي سي ال 2 والبي سي ال اكس والباد وغيرها. الباكس قبل شوي شنو اخذنا؟ يحفز على الابيبتوسس، بالمقابل البي سي ال 2 يمنع الابيبتوسس. هسه الباكس يحفز على الابيبتوسس، البي سي ال 2 شو يسوي؟ يسوي بريفنشن للابيبتوسس. البي سي ال 2 احيانا يصير عندي فد ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم رقم 18 وكروموسوم رقم 14، فراح يتحفز هذا الجين فراح يمنع الابيبتوسس، فراح يصير عندي كانسر، وهذا الكانسر غالبا يظهر بالبي سيل نسميه بي سيل لينفوما. شنو عندي النوب؟ عندي المشاكل اللي تصير على مستوى الجينات المسؤولة عن إصلاح الدي إن إي. أنا لما صير عندي ميوتيشنز بالجينات أحيانا يصير عندي قطع بالدي إن إي، أحيانا يصير عندي مس ماتش بالدي إن إي، فأحتاج إلى إيش؟ أحتاج إلى بروتينات مسؤولة تسوي لي إصلاح لهاي الدمج اللي صار بالدي إن إي، وبالتالي الريبير مال الميوتيشن وتمنع السيل سايكل من إنه تستمر، لازم نصلحها. زين من ضمن المشاكل اللي تصير عندي هو الاكسجين بالنيوكليوتايد،
يعني هذا شريط ديني. تعرضت مثلا للالترا فايوليت فصار عندي قطع بالدي ان اي بهاي المكان، فصار عندي الشريط هالشكل، يعني هذا الشريط انقطع من هاي المكان. طيب هاي المكان مقطوع، اجيب انزيم المفروض يصلح لي هذا القطع، يرجع يربط لي على مود ما صار عندي مشاكل بالجروث. اذا عندي ميوتيشن بالجينات المسؤولة عن الريبيرنج مالت الاكسجين، يعني اذا عندي ميوتيشن بالجينات المسؤولة عن اصلاح عمليات القطع، فما راح يصير عندي اصلاح لعملية القطع لان البروتينات بتشتغل، وبالتالي راح يستمر قطع الدي ان اي، فراح تقوم الخلايا تموت وتصير عندي مشاكل. وهذا الحالة وين نشوفها؟ نشوفها بالزيرو ديرما بيجمنتوزا. زيرو ديرما بيجمنتوزا عندي ديفكتيف بالانزيمات المسؤولة عن اصلاح الدي ان اي دامج، هذا اخذناه بالمرحلة الاولى عند دكتور اسامة. الحالة الثانية احيانا يصير عندي دمج بالدي ان اي او قطع بالدي ان اي مو بسبب الالترا فايولت، هاي الالترا فايولت يعني الشمس العادية، ترى اشعة فوق البنفسجية اللي تجي من اشعة الشمس، حتى كانوا هذول الزيرو ديرما بيجمنتوز ما يسيطرون بالشمس. الحالة الثانية الايونايزنج راديشن، الاشعاع نفسه ممكن ايش يعرضك القطع للدي ان اي مالتك، هذا نشوفه بالبلوم سندروم. طيب هذه من الدي ان اي دامج. اكو نوع اخر من الدي ان اي دامج نسميه مس ماتش ريبير دامج. طبيعيا الجوانوسين المفروض يرتبط ويا من؟ المفروض يرتبط ويا السيتوسين، والادينين المفروض يرتبط ويا الثايمين. اذا صارت عندي مشكله بحيث الثايمين ارتبط ويا الجوانوسين فهذا يعتبر مس ماتش، ومن المفروض يرتبط ويا الادينين الثايمين ارتبط ويا الجوانوسين، هذا يعتبر مس ماتش، يسوي لي كانسر ممكن الكولونيك كارسينوم. طبيعي هناك بروتينات تسميها الباركا 1 والباركا 2، البي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2، هاي المفروض تكون مسؤوله عن عمليه الريبيرنج مالت المس ماتش. يعني بنصير عندي غلط بال، يعني يصير عدم تطابق بالنيوكليوتايد، وحده ما ترهم ويا الثانيه يرتبطون، المفروض الباركا 1 والباركا 2 شو تسوي؟ تصلح هاي المشكله. اذا عندي ميوتيشن بالجينات المسؤوله عن تكوين هذه البروتينات فما راح تصلح هاي المشكله. فاذا عندي ميوتيشن بالجينات مالت الباركا 1 راح يصير عندي كانسر خاصه بالبريست والاوفري، تذكرنا بالايرب 1 والايرب 2، هم الايرب 1 كان بالبريست والاوفري، الايرب 1 والايرب 2 اخذناها قبل شوي. الباركا 2 تسوي لك كانسر هم ماتينا بالبروستيت بالاوفري بالبنكرياس وغيره. تيلومير سولفنا عنه قبل شويه، راح نرجع نعيده بشكل سريع. هي عبارة عن استركتشرات موجودة بنهاية الكروموسومات، يقصر الطول مالتها ورا كل ما يصير ديفيجن، كل ما يصير ديفيجن يقصر الطول مالتها شوي شوي، فتحدد حياة الخلايا. تمام، اكو انزيم نسميه تيلومريز، هذا يمنع عملية القصر اللي تحدث، وبالتالي يخلي التيلومير طبيعي، يعني يخلي الطول مال التيلومير طبيعي وما يقصر فرد نوع. هذا التيلومريز وين موجود؟ موجود بالجيرم سيل وبالستيم سيل، مو موجود بالخلايا الطبيعية. إذا تكون هذا بالخلايا الطبيعية راح يسوي لي كانسر بالخلايا الطبيعية. هذا المخطط يوضح لك شلون الجيرم سيل على الرغم من استمرار السيل ديفيجن للجيرم سيل يظل التيلومير مالته شنو؟ طويل ما يقصر، لأن عنده تيلومريز. ستيم سيل هم ماتينا على الرغم من استمرار الانقسام مالتها يظل التيلومير لينث مالته شنو؟ طويل. بالمقابل النورمال سيلز لا، من يستمر الانقسام مالتها تيلومير مالته شيئا فشيئا جاي يقل شوي شوي الطول مالته. بس اذا تكون عندي انزيم تيلومريز بالخلايا الطبيعية اللي المفروض ما موجود بها تيلومريز، فهاي الخلايا بعد ما يقصر التيلومير مالتها ويصير بها كانسر. هاي الفكرة مالتي، هذا الشرح اللي شرحناه نفسه راجعين عادي هنا. يعني هاي حالة يقول لك هيرديتري فاميليار بوليبوسز، ما اعرف ليش حاطينها هنا. زين الخلايا شلون تنهزم من الابيبتوسس؟ Simplified ischemia of CD95 receptor inducer، ما اعرف اذا شرحها جد عدنان او لا، بس شلون الخلايا الكانسر، يعني المفروض خلايا من الكانسر ما يصير لها ابيتوسس، شلون تنهزم من الابيتوسس؟ المفروض يصير لها ابيتوسس، شلون تنهزم منه؟ مثلا تقلل من مستويات CD95. CD95 هو ريسبتر تكون على السيرفس مال الخلايا نسميه ديث ريسبتر. لما تجي الناتشرال كلر سيلز وتشوف هاي الخلايا وتتعرف انه هاي الخلايا مسرطنة تروح مباشرة على ريسبتر نسميه ديث ريسبتر، ترتبط به وتنطي اشارة تقول الخلية موتي، فتموت الخلية السرطانية. فالخلايا السرطانية حتى يعني تخلص من هاي الشغلة، طبعا هذا الريسبتر هو يدخل بايش؟ بالباث واي مالت الابيبتوسس. يعني نعرف الابيبتوسس من اخذنا الدكتور ياسر بداية السنة الى في انترا سيلولار باث واي نسميه ميتوكوندريال باث واي، اكسترا سيلولار باث واي نسميه سيل ديث ريسبتر باث واي. فهنا السي دي 95 ريسبتر هو موجود على السيرفس، لما تجي اشاره من الخارج تخلي الخليه يصير لها ابيبتوسس. فبنتقل لعدد الريسبترات
بعد ما تجيها إشارات من الخلايا ثم تموت. إذن منعت الأبوبتوسيس. An activation of death induced signal complex by flash protein. أحيانا تجي تجي إشارة وموجود الريسبتر، أوكي، بس هي الريسبتر حتى تجي إشارة مو المفروض ينقلها للنيوكليار، وحتى ينقلها من السيرفس للنيوكليار مو المفروض أكو يعني سكندري مسنجرز تنقل هاي الإشارة، وهاي السكندري مسنجرز تسميها سيجنالينج. أحيانا أكو بروتينات تكونها الكانسر سيلز تسميها فلايس بروتين، هذا يسوي ان اكتيفيشن للسيجنالينج وبالتالي ما تنقل الإشارة فما تموت الخلية. أحيانا البي سي ال 2 يرتفع، قلنا هذا البي سي ال 2 هو ضد الأبوبتوسيس، من يرتفع راح يمنع حدوث الأبوبتوسيس. ليش؟ لأن يعني حتى تحدث الأبوبتوسيس احتاج بروتينات تطلع من الميتوكوندريا نسميها بري أبوبتوك بروتين أو سايتوكروم سي بروتين. فهذا الشيء يسوي البي سي ال، يمنع تحرير هاي البروتينات، ومن ما طلعت هاي البروتينات ما راح يصير أبوبتوسيس. وهماتين عندي البرو أبوبتوك بروتين اللي هو الباكس، أحيانا يصير عندي مشاكل بالبروتين 53 مثل ما قلنا، فمشاكل البروتين 53 ما راح يتكون باكس وبالتالي ما يصير أبوبتوسيس. الاي باف 1 هذا هماتين ضروري بعملية الأبوبتوسيس، نسيت شنو يسوي. والابريجيليشن مالت الانهبيترز اوف أبوبتوسيس، انا عندي انهبيترز الأبوبتوسيس مثل ما قلنا البي سي ال 2، اذا صار له ابريجيليشن راح يصير منع لعمليه الأبوبتوسيس فالخلايا ما تموت. هذا تقريبا كل ما يخص الشيت مالت النيوبليشن من ناحيه الموليكيول.